يذكر تأسيسي مكير محمد بن عاصم اللي كان هو أسيسي وأسيب على الركنية تصل الكورة التسديدة كانت من ولا يعني في عدلين ومحمد عبد الله يعني تكلم بلا أخطاء قاموا بهذا اللقاء ويعطي الحق المتغطس وأسيب عزيز المنتخب التونسي يضيف العدد الثالث ويضيف التونسية. احكينا على ان المنتخب التونسي يحدث الاتحاد وشفتوا حتى في العملية العادية الإعادة عملية مراحل غياب فريق قاندرلاخ اشهر فريق بلجيكي في قائمة المشترك لاعب من خلال تقدم الوقت ودقائق ورا نهاية الشوط الاول. النتيجة ما زالت بيضاء هنا في استاد شانغون. ينطلق الهجوم التونسي الامكانية المباغتة ليشترك في المونديال المنتخب التونسي وايضا سمينا الاعلامي منذر الشواشي اللي هو رئيس المركز الصحفي للفيفا هنا في مدينة شانغون. تمشي كرة المنتخب الوطني ممتازة جدا كرة خطيرة ركنية رابعة ركنية رابعة خطيرة المنتخب التونسي. فريق التونسي رائع جدا في اول 16 دقيقة هي العبرة بالخواتيم لكن منتخبنا يشرفنا بالاداء ما غير شك. منتخب كرة ترجع عن طريق جو كوبانس بعد محاولة من مصعب ساسي اللي هو ايضا من لاعبين مؤثر جدا يا ساسي دليل ان منتخبنا استوعب الدرس وفاهم انه بلجيكا ممكن تسجل. الى مجدي المخزومي نور حضرية دائما لابد من الاستفاقة يا نور حضرية. هذا منتخب غاني غير متسامح بالمرة ومصعب ساسي وكذلك الهجوم مصعب سيسي خالد العياري ومحمد بالعزيز. فالغاني طويلة لياقة بدنية فعلا تفرض الشك في عمر هذا اللاعب لكن هذه هي افريقيا وامامنا دائما رقم 11 ممتازة. التغيير من الين ماكلولين ولكن دائما وابدا الدفاع في الموقف اللازم ومصعب سيسي ينطلق على اليسار ويتمكن من التواصل على طول انطلاق الهجمة للمنتخب التونسي ولمسة واحدة مصعب يطلب الكرة اليسار وهي توصل الكرة لمصعب ساسي ينطلق والتسديد الممتاز وتزاك مكمك امام مصعب ساسي. هذا هو القدم اليسارية الذهبية قدم تساوي الغالي الغالي مصعب ساسي ترعين بما قدمته النخبة الوطنية في هذا المونديال لكن لازم نسمع أكثر. ما نقفش هنا ويمشي مصعب ساسي يدخل 18 خطير جدا مصعب ساسي عرضية كورة للواحد صفر الله عليك يا مصعب. تويلة ملعوبة بعيدة في الميدان مصعب ساسي يحاول واثنين رغم ذلك المنتخب التونسي قدم كورة حلوة ما تحسش بقياداته والهدف الأول يضيع كورة الخايف الفوتو يقول لا لكورة مصعب ساسي العب واكد الكلام نعم ما نحسوش بالغيابات باسم الفريق غايب والكورة على الخايف وفي ظهر الحارس الكورة ركنية امتلاك الكورة 50% للفريقين سعادة كاسميان والركنيات تفوق تونسي 2-1 بينما الكرة ممتازة الآن 1-0 ممتازة جميلة تسديدة ممتازة الراس بلا لعيبة يعمل اوفر بالراس المنتخب التونسي هدف لا الحكم يقول ما دخلتش المساعد يقول ما دخلتش خسارة مصعب ساسي الاوفر قلت الكرات على الراس هذه الكرات اطلب منهم احسن منهم بالراس خرجها من قلب المرمى الراسية هل دخلت المرمى ام لا يخترق وسط الميدان يغير المكان يا سلام ويمشي على اليسار ماهر جبلة هذا هو مصعب ساسي التسديد والحارس مكمك شوف بدون تعليق يعني نو كومان مصعب ساسي يا سلام في مهب الرياح لاعبين امريكيين وما زال ويتقدم ويعطي كرة لمصعب والمراوغة أولى ثانية والتسديد والحارس ساك مات مصعب ساسي اليوم في أعلى استعداداته ولما يكون مصعب صعب ستصعب الحياة على المنتخب الفرنسي يعرف اليوم
مشاهدينا الكرام حقيقة جديدة في خريطة الكرة العالمية. المنتخب التونسي يقارع الكبار بكل اقتدار، وهذه سرعة كبيرة ويحاول المرور والتسديد، والحكم يعطي ركنية. مصعب سيسي بفنيات رائعة ونيلسون في التباع. تعود إذا الكرة مشاهدينا الكرام، مصعب سيسي، يلا يا مصعب، ومصعب يلعب ويوزع. لا 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 جادني، وانت المتمرس وعارف طريق الشباك، انا ساناديك من نهر جبل. يلعب لمصعب، ولا الكره لم تخرج، والركنيه التونسيه. مصعب سيتي يستغل الكره في الدفاع الفرنسي، ان شاء الله يراوغ، يمر مصعب، يوزع كره رائعه. خلف عن المنتخب التونسي قادر على التسجيل باذن الله. عربي ثلاثة اللي متعطف ينزلك يراوغ ويمهد ويقول حضر الله. واو ايليو ايليو ايليو، الله يرحمك يا نجيب يا نجيب، الله يرحمك. معليش ما كتبت بالكلمة، مش ممكن بالكل، غريبة ولا غريبة، نار حضرية، هدف من طير آخر، شوت في زين، صاحب الهدف الوحيد وإيمانويل ريفيير. مصعب سيسي يريد المراوغة، يمر مصعب، والحارس عبد الله جيشة. نقرأ التحدي، نقرأ العزيمة في عيون مصعب. والركنية، لا توسيع في القائم الثاني. مصعب سيسي يتابع الأعياد ويأخذ الكرة بامتياز، والمنتخب التونسي بوضعية هجومية. نور حضرية يرجع للوراء، تسديد الهجوم. نهر جبلنا، يلا مصعب، يلا يا مصعب، يلا يا مصعب، سحبها على الفرنسيين والتسديد، وعلى أرضه على القاعد. محاولة رائعة لمصعب سيسي، مهاجم النجم الرياضي الساحلي بكل الفنيات. شوف يتجاوز توبلوس، يتوغل في منطقة الجزاء، يخترق من جديد، يصوت الدور المتحيلة، والكرة بجانب الحارس عبد الله كيزة. ليالي المعاينة، وهذا ما يفسر كل الهجمات للمنتخب التونسي على يمين دفاع المنتخب الفرنسي. مصعب سيسي ينطلق، شوف المراوغات الفنية للقنبلة الموقوتة للكرة التونسية. سيف تونسي وذكاء من ماهر جبلة، يعني عين على الكرة وعين على تمركز اللاعب اللي وراه. هذه قيمة تكتيكية لمتابعة النجم الرياضي الساحلي. مصعب سيسي، خمس دقائق قبل نهاية الفترة الأولى. مصعب سيسي يوزع كرة قدارة على قطعة مليمترات من الحارس عبد الله كيتا. أقل من دقيقتين، الكرة مصعب سيسي يراوغ ويصوت، والحارس والهجوم خطير لمنصور كردان. عبد الله كيدا لم يتصدع بالمثاليه اللازمه لمصعب سيسي. ميكائيل نيرسا، فريدريك دوكلوس اختاروا الكره مصعب سيسي، في كلتا الحالتين بالذات الحال حافظ النجم الرياضي الساحلي، حافظ الدفاع على صلابته، والهجوم من جديد بفريق النجم. مصعب سيسي، مصعب سيسي، والهدف الخامس. مصعب سيسي ياخذ نصيبه، مصعب سيسي
يسجل اسمه من خلال هذا الهدف ويمضي الإصابة رقم 5 مقابل 0 وانتصار بطبيعة الحال الإعادة لهدف مصعب ساسي كان وجه لوجه مع أبو بكر مباي. ممتازة كانت التمريرة من جيلسون سيلفا ومصعب ساسي يسجل الهدف 5 في عفونا الغربي ثم هيثم الزعلني. مصعب ساسي يسترجع الكرة. مصعب ساسي لاعب شاب وواعد وأيضا كان في منتخب الأصغر في كأس العالم اليمنى لهجوم النجم الساحلي عفونا الغربي. تبقى الكرة لمهدي من سهيل برادية توزيع إلى مصعب ساسي والحارس النوالي من الشرمتي وكذلك مهدي بن ضيف الله. سليتي محمد الجديدي كرة توصل لسليتي لكن تقطع مهدي مرياح أمين الشرمتي. مصعب ساسي للنجم الرياضي الساحلي يحافظ على الكرة. مصعب ساسي ثم خالد الزعيري وعفوا فريق المتأخر لحساب الجولة الثنائيات بين فريق الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي بفوز النجم الساحلي هدف مقابل 0 هدف من الوقت البديل للاعب المحوري في الدفاع مصطفى نجم المرسى يحتل المرتبة 7 صحبة الأولمبي الباجي. إذا في 12 نقطة من 3 انتصارات 3 تعادلات و 4 هزائم ترجع الكرة للنجم الذي ساح لمرمية تماس ونفر في مكانها كان المخالفة مصعب ساسي كان صوب هذه الكرة صفو فيوم محمد ساكو إذا مصعب ساسي جهة اليسرى مصعب ساسي يحاول للمراوغة يراوغ مصعب ساسي مرة كرة في تنفيذ الكرة الثابتة من نجم الساحلي في هذه المباراة. إذا تنفذ الكرة طويلة داخل المنطقة وراسية والهدف الأول الكرة الثابتة جاءوا برشا كرة ثابتة برشا ركنيات برشا مخالفات مكن في التسجيل معناها الهدف. شوفوا عادة العملية كانت الكرة راجعة من الحارس محمد أبي بالخوتة لكن الموجود المهدي بن ضيف الله يحط الكرة في الشباك على الجهة اليمنى في مرمى الحارس محمد أمين بالخوجة المهاجم المهدي بن ضيف الله إذا في مطلع وكذلك أبو حريسي محمود من البداية. نشوفوا اللي زوج مدربين بسيط وخاء وطريقة أربعة كذا ثلاثة طريقة هجومية الزوج راح بشكل قوة بالنسبة لكل واحد رجع الكرة ومنحها طويلة ومصعب ساسي وكانت الهدف الأول لفائدة فريق النجم الرياضي الساحلي مصعب ساسي يستطيع النتيجة. مصعب ساسي في الدقيقة 39 يغير النتيجة لفائدة فريق النجم الرياضي الساحلي يطري يفتح النتيجة. شوفوا كيف الإعادة والسهل محمود والحارس مشرف حاول يستقر في الزاوية ما يتمكنش التسجيل تحت الجول وشوفوا الآن كيفاش الكرة تبتعد فريق